بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سعدنا اليوم المشارك للناظرين من الشعب الإيراني الشقيق في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق بقيادة السيدة المناضلة مريم رجوي هي ورفاقها الأبطال الذين لم يكلوا ولم يملوا من مقارعة النظام الملالي نظام الإجرام العالمي الممثل بالنظام الإيراني الذي أكبر جناية جناها على الشعب الإيراني بالدرجة الأولى فقتل وشرد ويتم مئات الآلاف إن لم يكن بل ملايين وتعامل مع الحريات بكل قمع وإرهاب وعنصرية ودموية. اليوم نحتفل معهم في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية ونحن فخورون بهم وبصمودهم لأننا تجرعنا من هذا النظام بل العالم كله تجرع من النظام الملالي الويلات وهو ينشر الإرهاب ويقتل كل أبرياء فهو في أوروبا إرهابي وفي الشرق إرهابي وفي إيران إرهابي وفي كل مكان شعاره الموت وهو بذرة للقتل والدمار فلذلك نحن نعلن باسم أبناء اليمن تضامننا لأننا أيضا في اليمن نعاني من هذا النظام وكذلك في العراق وفي سوريا ولبنان وفي أصقاع الأرض حتى الدول الأوروبية تعاني منه ولكن ولهذا يتطلب على هذه القوى وعلى كل القوى الحية أن تتضافر لإسقاط هذا السرطان في جسد العالم الذي ما فتئ أن يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ولذلك كما نناشد كل المنظمات الدولية وحقوق الإنسان أن يقفوا مع الشعب الإيراني لأنه شعب ظلم كثيراً على مرأى ومسمع من العالم كله فتحية لهذا الشعب المناضل الذي يرفض هذا النظام الذي هو ضد فطرة الإنسان هو ضد الحياة هو ضد الإنسانية نحن دعاة سلام مع العالم كله مع الشرق والغرب مع كل من ينادي بالسلام ولكن شعار هذا النظام كما أسلفت هو شعار الموت